الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب. يشانو أركان الإيمان مقشقر تخلخر دفاش تنراش. نؤمن بجميع الكتب المنزلة من السماء. دفاش مخ تخلو خار كتابو خار على حشهم وافهم قريغة خار. نؤمن بأنها كلام الله سبحانه وتعالى. دفاش دوش أر على حشهم يزرب ساخر. وأنها منزلة غير مخلوقة. يار وافهم قزري خار قم غجاوة. وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، كل رسول معه كتاب. أو دقبسو ديفاش مخ الحشوم رسول قس بيغمبار قس كتاب قزري غخار. نؤمن بجميع الكتب كتاب خوار ديفاش دوج. ونؤمن بمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها، من أسماء هذه الكتب. أو دقبسو ديفاش مخ الحشوم أتخلكم ياتصر قدخوز إخار القرآن، قرآنر، والتوراة، توراتر، والإنجيل، إنجيلر، والزبور، زبورر، وصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. أو دقبسو موسى را إبراهيم را قاخري غخار. نعم، نؤمن بهذه الكتب أتخلخر ديفاش دوج. ونؤمن بما فيها من أخبار وأحكام، من قصص وأحكام. أو دقبسو ديفاش مخ أبخم يتر خبار ويشريت أحكام ويشريت. نؤمن بهذه الكتب لكن لا نطالع ما فيها، نطالع فقط ما ورد في القرآن والسنة. أتخلخر بسوري ديفاش مخ أو دد زتيتر قرآنم قاكوارا سنم قاكوارا.